طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ، حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق.